إن كنت في هم وغم فقم وانده ونادني بيا مرغني آتيك بسرعة. ويتخلي بالك الأنبياء كانوا بنادوا الله، وده قال لك تنادي المرغني. وهذه دعوة لعبادة غير الله. فقال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، يعني دعا بدعوته. قال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ادخر دعوته شفاعة لأمته. وتستفيد برضو من هنا فائدة، إن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على الناس في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا هنا ما في حاجة بتقرب الناس للجنة إلا دلهم عليها، وما في حاجة بتقرب الناس للنار إلا وحذرهم منها. لكن بعد ده في ناس ما دايرين أصوا، في ناس الشيء اللي قالوا الرسول ده دا ما دايرينه، بس دايرين الرقيص والغنى، ودايرين المهيوبة والفتمتوم، ودايرين الدلوكة والفنون الشعبية. وده موضوع طويل. وربنا قال في القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة عنده شفاعة، عنده شفاعات كثيرة جدا، عنده شفاعات كثيرة، منها الشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى لأهل المحشر كلهم، كافر فاجر مسلم كلهم الشفاعة. فالناس لما يشتد بهم الكرب يوم القيامة يمشوا لآدم عليه السلام يقول له اشفع علينا عند الله تبارك وتعالى عشان يحاسبنا. فآدم عليه السلام يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، ويذكر أنه منع من أكل الشجرة وأنه أكل من الشجرة. يمشوا لإبراهيم عليه السلام، ويمشوا لموسى، ويمشوا لعيسى عليه السلام، إلى أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولو ألا ترى إلى ما نحن فيه اشفع لنا إلى ربك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأنطلقوا فأسجد تحت العرش، ويفتح الله تبارك وتعالى عليه من المحامد والثناء على الله ما لم يفتح عليه قبل ذاك اليوم. فيقول له الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك، صل تعطى، واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي أمتي، يقول له ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي أمتي. ده حرص على الأمة دي ولا ما حرص؟ حرص شديد. والنبي عليه الصلاة والسلام حريص على الناس، يجر الناس للجنة ويدعوهم للجنة، ودعاة الباطل يدعون الناس إلى الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام ألم يقل من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار؟ ده خوف من النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة، إنه عشان ما يخشوا النار وما يقعوا في النار. ودعاة الباطل زي ما قال الشيخ الحظيرة، قال إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. وذاته قال السادة السادة أنا عبدا لكم نادى. ها نحاكمه بكلامه ولا نفترع؟ ولا افترعنا عليه، وده كلامه اللي قاله. قال السادة السادة أنا عبدا لكم نادى. وفتن الأمة دي فتنة عظيمة بالأشعار والمديح والقصائد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمتي أمتي. وفي الحديث ده قال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. طبعا كثير من الشعب السوداني إلا من رحم الله، وكثير من أهل الطرق وأهل الضلال يقول لك يا زول أبو فاطمة قدام، والله نحن شفته
ندرعها في رقبة أبو فاطمة ونستناه جنب باب الجنة. يا زول أنت قال الشغلة يا واحد كسلان لا دار يصلي لا دار يصوم ولا دار يعمل عمل خير ولا دار يحج والحج قرب ولا دار يوحد الله تبارك وتعالى. يقول لك أبو فاطمة قاعد قدام بيقصد النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك يوم القيامة نحن والله بس والله نحن أملنا عقدنا الأمل على أبو فاطمة وكلام باطل. الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام خدت لها شرط قال وإنها نائلة إن شاء الله، لأن الشفاعة ما بيأذن للشافع إنه يشفع إلا بعد الإذن من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما الطواغيت ما عندهم شفاعة، ربنا قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فديال ما عندهم شفاعة. الشفاعة من أول حاجة إلا ربنا يأذن للشافع أنه يشفع ويرضى عن المشفوع، المشفوع له يرضى عنه الله تبارك وتعالى بعد ذلك بيشفع له. وربنا ما بيرضى عن مشرك. أي زول داير شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يسعى في أسبابها، أول حاجة يوحد الله، أول حاجة، لأنه الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام قال وإنها نائلة إن شاء الله بعد مشيئة الله تبارك وتعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ومن هنا أيضا الناس استفيدوا فائدة، خطورة الشرك وأنه أكبر جريمة وأنه أعظم كبيرة وأنه يخلد في النار وأن الشرك لا ينفع معه عمل. قال وهي نائلة أي مدركة، وهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الشرك أمثلته كثيرة، من أعظم أمثلة الشرك في بلدنا السودان دعاء غير الله ودعاء الشيوخ وتعليق الحجبات وتعليق التمائم والطواف بالقباب والتبرك بالقباب والاستغاثة بأصحاب القباب والاستغاثة بالموتى، دي كلها من أنواع الشرك بالله تبارك وتعالى. فالزول الدائر الشفاعة يتخلص من الأشياء دي كلها، يخلي عقيدته في الله تبارك وتعالى سليمة، لأنه ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأي زول دائر الشفاعة عليه أن يوحد الله تبارك وتعالى. مشرك ما عنده شفاعة أبدا أبدا، ولو كان من أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لك طيب أبو طالب ما النبي عليه الصلاة والسلام شفع له، هذه شفاعة خاصة وما طلع من النار أصلا، هو في ضحضاح من النار وضعت له جمرتان تحت قدميه يغلي منهما دماغه وهو أهون أهل النار ويظن أنه أشد أهل النار عذاب، برضو ما طلع من النار. المشرك ده ما عنده طلع، المشرك لا عنده شفاعة لا عنده طلع من النار ولا عنده يعني شفيع يشفع له، ده شؤم الشرك. عشان كده الدعاة تتكلموا في الشرك ويحذروا الناس من الشرك ويدعوا الناس للتوحيد ويبينوا للناس التوحيد والعقيدة الصحيحة وما نشره أهل التصوف من الفساد العقدي ومن الضلال الواضح نشره في الأشعار والقصائد وغيره من السنة جاي الحلقة واحد كاتب يفرك من الدركة، فرك عمل لك شنو؟ وشايل له طوب، قلت له إن شاء الله طوبك ده ما يصح، الفرك يسوي لك شنو؟ واحد تاني كاتب الصابونابي، واحد كاتب أبو قرون، واحد كاتب بشملة وبشام ورا وقدام، واحد كاتب البادراب أبو قراب، عقائد منتشرة وشرك ما بياكل ريعو، والناس يشتكوا من الغلا ويشتكوا من الوضع السيء، وضع سيء لأنه في شرك لا في بيع عجلات عربية آخر موديل تلقى كاتبين فيها ورا الخليفة يوسف، خليفة يوسف حل ربط فيها صامولة، عربية تلقاها بمبلغ وقدره، الواحد معتقد إنه كان ما الشيخ ما كان العربية دي جاته، ولو ما الشيخ القروش اللي عنده دي ما كان جات، ولو ما الشيخ تجارته ما بتنجح. بئس العقائد التي نشرها للتصوف، عقائد خربانة وعقائد فاسدة وعقائد مضلة، ضلت الناس عن الصراط المستقيم.
يعني كده واجب على الدعاة. والله يا ما في طريقة وما في حل إلا الناس يوحدوا الله. بنزين بالصف، الله يقبل لي، قد كشك بتاع رصيد الناس واقفين بالصف، قلت لهم الرصيد بعد شوية بيبقى بالصف مهله شوية. أنت شفت حاجة ولسه لقدام الشغلة كل ما لها شفتها تقرر كذي، ما لما الناس يرجعوا لي الله. الناس جربت كل حاجة، جربوا المظاهرات ما نفعت، جربوا الاعتصامات ما نفعت، جربوا الإضرابات ما نفعت، هاي ما تجربوا التوبة ترجعوا لي الله. وما ما مع التوبة ما مع تجربة، لكن الناس يرجعوا لله عز وجل. أنت ما جربت كم حاجة ما نفعت. ربنا قال لك في القرآن، ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أي ضيق السبب فيه الشرك، أي ضيق وغلاء وأمراض وأوبئة السبب فيه الشرك. يا أخي ناس ما بيخجلوا، والله أنا قلت لهم الفيديو بتاع الخنجر ده براو ألقى شيوخنا منزلوا المطر، قلت لهم ده كفيل إني ينكد على السودانيين حياتهم طالما هم على هذه الأرض لما لحد يوم القيامة. ما دام الزول ده شغال ودكتور في جامعة وبيدرس طلبة، عليك الله ده أسأل وعمل له اختبار مع أبو لهب، أبو لهب ما بجيب 10 من 10 في الشرك أحسن من ده؟ يا أخي ده ذاته بليد بلادة غريبة، والله أنا ما لاقاني أبلد من هذا المخلوق. وقال عنده 70 دليل، قلت له في التوراة وفي الإنجيل وفي أي كتاب ما بتلقى لك دليل، جيب دليل واحد خلي 70 دليل، يعني مصير على الشرك، مصير على الشرك. عشان كده المشرك ده ما عنده شفاعة يوم القيامة. أي زول داير شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يوحد الله، لأنه الشفاعة قال النبي عليه الصلاة والسلام وإنها نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الشرك ذكروا لك الإخوان والكلام يطول، وأنا ما عندي كلام ثاني أكثر من كذي، وافتح المجال للأخونا الفاضل علي همت فليتفضل بجزية مأجورة هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.